أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن بين نتنياهو وبنت تتبدل الوجوه ويبقى التطرف هو الوجه الأكثر تعبيرا عن حقيقة إسرائيل. هذا الاستنتاج يقود إليه تأمل مشهد مسيرة الأعلام الإسرائيلية وما رفعه المتطرفون المشاركون بها من شعارات ترددت بين عباراتها مفردات الكراهية والعنصرية. هذه المسيرة في توقيتها السياسي تضع حكومة نفتالي بنت أمام أول اختباراتها، فموافقتها على تنظيم هذه المسيرة يأتي بعد مرحلة اعتداء على غزة وغدا انخراط قوى إقليمية ودولية في مسألة التهدئة وأمدها. في هذا الملف سنحاول الاقتراب أكثر من العقلية المأزومة التي تحكم إسرائيل وسياسييها، وهل باتت ترتجي الانعطاق من مأزقها السياسي بتغذية التيارات المتطرفة بداية كالعادة. يضعنا الآن سلطان القيسي في صورة مسيرة الإعلام أو الأعلام هذه، كيف تشكلت سياقاتها التاريخية؟ إذا خطط لهذه المسيرة التي كانت أرجئت في السابق بحذر من حيث البصار، بحيث تتجنب أي استفزاز لمشاعر المقدسيين المسلمين كانوا أم مسيحيين، لكن الأمر ليس لا يتعلق بذلك، فبالنسبة للمقدسيين العمق الداخل كذلك من الضفة الغربية قطاع غزة، ذلك يشكل استفزازا وانتهاكا إسرائيليا في ظل مساعي تبذل من قبل قوى دولية وإقليمية للحفاظ على التهدئة وإيجاد مناخ جيد ربما لأفاق عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نعم طارق، لذلك كانت يعني هذه المرة المسيرة كان عليها رهانات من الطرفين إن كانت ستقع فعلا أم لا، ولا يمكن حتى الآن الإقرار بأنها وقعت أو لم تقع، فبالحالتين الأمر غير واضح. يعني هناك اعتادت القدس على أعداد هائلة من المستوطنين في هذه المناسبة، عادة يكون الآلاف من المتطرفين يقتحمون البلدة القديمة ويدنسون بعض معالمها، إلا أن الأعداد اليوم لم تصل إلى ذلك الحد، إلا أنها يعني في المقابل وقعت هناك اعتقالات في صفوف الفلسطينيين وأيضا إصابات، هناك جرحى أكثر من لنقل عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين. سوف نطل الآن على السياق التاريخي لهذه المسيرة وعلى أبرز المواقف التي دارت في تلك ظروفها. منذ الإعلان عن موعدها الجديد بعد التأجيل، ظلت ما تسمى بمسيرة الأعلام تتأرجح بين الرغبة الجامحة بإحرازها من قبل اليهود المتطرفين وبين التحذيرات المتعددة التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون مدفوعين بمخاوف ردود الفعل على خلفية تهديد المقاومة الفلسطينية من العواقب، وبين التطرف والخوف ظل قرار انطلاقها مرهونا. في المقابل كان أهالي القدس يستعدون لمواجهتها بأكثر الطرق سلمية، فما هي تلك المسيرة وماذا يحيط بها من ظروف؟ مسيرة الأعلام أو يوم توحيد القدس بحسب تسمية الاحتلال الإسرائيلي هي احتفالات بدأ اليهود إقامتها عام 1974 بشكل سنوي في اليوم الموافق لاحتلال الشطر الشرقي من القدس في حرب عام 1967، ولكن حسب التقويم العبري وإلى جانب الطقوس التعبدية والاستفزازية التي تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية بالاقتحام، تشكل رقصة الأعلام الحدث المركزي في هذا الانتهاك، إذ ينفذها آلاف المستوطنين أمام أعين المقدسيين في البلدة القديمة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تغلق محل المقدسيين وتمنع تجولهم في هذا اليوم، وتشمل الاحتفالات كل أشكال الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وفي السابع من حزيران حذر وزير الخارجية الإسرائيلي في حكومة نتنياهو جابي أشكينازي من إقامة هذه المسيرة وطالب بإلغائها أو تغيير مكانها درءا لأي حساسية دولية حسب تعبيره من شأنها أن تقلب الموازين لصالح الفلسطينيين. هذا الخطاب توافق مع خطاب وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس عقب اتصال تلقاه من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتفقا فيه على أهمية منع الاحتكاك والتصعيد خوفا من أي تفجر للأوضاع في القدس من جديد بحسب تعبيرهما، وهو ما دعا جانتس إلى تعميقه في الأوساط اليهودية.
في المقابل لم ترضي تلك التحذيرات المدفوعة بالخوف المتطرفين اليهود حتى على مستوى الكنيسة، إذ تنطع كل من زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش وشريكه إتمار بن غفير للتعهد بإقامة المسيرة الاستفزازية. فقال سموتريتش منتقدا حكومته إن يحيى السنوار قائد حركة حماس هو من يتحكم بالقرار في القدس، وصفا ذلك بالخزي والعار. أما بن غفير فوصف قرار الشرطة بالاستسلام لحركة حماس، وتعهد المتطرفان بإحياء المسيرة في أحياء المسلمين وبإقامة صلاة هناك تحت عنوان توحيد القدس إلى الأبد بحسب إعلام الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن الإدارة الأمريكية حذرت غانتس خلال زيارته الأخيرة لواشنطن من إثارة الأوضاع في القدس مجددا، ودعت لإعطاء الفرصة لجهود الوساطة لتحقيق تهدئة شاملة وطويلة. ومع الإصرار على إقامة المسيرة، حذرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل رعاياها من المشاركة في المسيرات أو السفر إلى القدس. الأمم المتحدة بدورها حذرت من أن إقامة المسيرة تلك في ظل هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قد تكون سببا في تفجير الأوضاع من جديد. هكذا إذن يواصل الانتهاك العابر للحكومات الإسرائيلية طريقه إلى القدس بصور لا يغيرها تغير البرواز الذي تتموضع فيه. إذن طارق، يعني نعود لنؤكد أن هذه المسيرة وإن كانت اليوم يعني لنقل أن أعداد المشاركين فيها لم تكن ضخمة كما جرت العادة، إلا أن وقعها أيضا كان سيئا وسلبيا على أهالي القدس. هناك يعني إغلاق، هناك منع للاحتكاك كما تسميه الشرطة الإسرائيلية، لكنه في الواقع هو حظر للتجول، هو إغلاق لمحال المقدسيين، هو اعتقالات في صفوفهم وإصابات أيضا قرأنا عنها وتابعناها معنا. إذن دون الأعداد التي اعتاد الاحتلال أن يسيرها ويسمح لها، لكن ذلك كما تفضلت لم يمنع الفلسطينيين المقدسيين للتصدي لهذه المسيرة. سلطات الاحتلال اعتقلت عددا منهم وكذلك وقعت إصابات نتيجة هذه التصدي، رغم التغيير في مسار هذه المسيرة تجنبا للاستفزازات، لأن موضوع القدس وكذلك المدينة المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية هو خط أحمر للمسيحيين، وكذلك في باب العمود الكل هبة لنجدة والتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية المستفزة. سلطان القيسي، أنا أشكرك دائما على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا لك. أذهب الآن إلى يافا مرحبا من هناك بالطيب غنايم الباحث في الشؤون أو في الشأن الإسرائيلي، كذلك من الناصرة سندس صالح العضو العربية السابقة في الكنيسة. أهلا بكما أستاذ سندس، أبدأ معك. من وجهة نظرك، لماذا هذا الإصرار على هذه المسيرة رغم خشية يعني أوساط الاحتلال من اشتعال الأوضاع؟ ماذا يعكس ذلك؟ مساء الخير لك أخي ولكافة المشاهدات والمشاهدين. فعليا هذا هو أول قرار رسمي لحكومة بنت، وهو بمحط مفترق معين أو امتحان بين المعارضة وأيضا الائتلاف. نحن سمعنا ورأينا أنه من خلال خطاب بنت أول أمس في تشكيل الحكومة يؤكد على أننا بالرغم من تغيير الأوجه إلا أننا أمام نفس السياسات التي تريد تعميق الاحتلال، التركيز على توسيع الاستيطان. وعمليا هذه المسيرة كما تحدثتم في التقرير السابق هي رمزية للاحتلال والسيطرة على القدس الشرقية، وخاصة بعد حرب 67. فهذه ليست فقط مسيرة استفزازية، وإنما هذا قرار بالتأكيد على استمرار الاحتلال والبعد، كل البعد عن الحل السياسي، حل دولتين شعبين. فهذا كان بمحط اختبار، وخاصة بعد تأجيل هذه المسيرة للمرة الثانية بعد أحداث هبة القدس والأقصى وأهالي الشيخ جراح، هبة الكرامة التي أسميناها.
فتم إلغاء هذه المسيرة التي من المفترض أن تكون في 5 حزيران وتم إقامتها اليوم. أعتقد أن حكومة بنت الجديدة أرادت أن تثبت أنها ليست حكومة يسار وأن بمقدورها أن تقيم هذه المسيرة وأنها ملتزمة للمشروع الصهيوني وأيضا للخط اليميني المتطرف الاستيطاني. طيب أستاذ طيب غنائم، مع مثل هذه حكومة جديدة ما المتوقع بالممارسات، سياسات تفاقم الأوضاع في القدس المحتلة وجهة النظر السائدة سواء مع بنيامين نتنياهو أو نفتالي بنت؟ كما أكرر دائما كلاهما في السوء سيء أو أسوأ. يعني أنا أوافقك الرأي، عمليا السياسة الإسرائيلية فيما يخص مجمل سياساتها بشأن الاحتلال وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس هي ذات السياسة. يعني نفتالي بنت لا يختلف عن بنيامين نتنياهو في سياسات الاحتلال، التهويد، التوسيع، الاستيطان والاستعمار، لكن لربما يعني في التكتيك هناك اختلاف، بينما في السياسة، في الهيدلاينز، في الخطوط العريضة، في التوجهات الاستراتيجية وفي العمق السياسي نفس الخط. وربما يعني حتى يمكن القول بأن نفتالي بنت أكثر تطرفا من بنيامين نتنياهو، لكن هو في بحكم الظروف السياسية التي أفرزته رئيسا للحكومة، وهو يجب أن نشدد على أنه رئيس حزب فقط من 6 أعضاء وتربع على رئاسة حكومة إسرائيل، وعليه هو حاليا يحاول إرضاء كافة الأطراف، أيضا اليمين وأيضا اليمين المتطرف وأيضا المركز. يعني هو يحاول أن يعني يكسب كافة المعسكرات الإسرائيلية، لكن في الخلفية هو أكثر يمينيا وأكثر تطرفا من بنيامين نتنياهو، وهو يأتي من خلفية استعمارية استيطانية شرسة وينادي بهذا الأمر، يعني خلافا لنتنياهو ينادي به يعني بشكل صريح وبشكل علني. فذات السياسة التهويدية في مدينة القدس، لكن الفرق الوحيد البسيط انه هو يعني بسبب الظروف التي افرزته يحاول ان يعني يبرز نفسه على انه متوازن ومتزن نوعا ما ومش متطرف. نعم صح. استاذ سندس، هنا العلاقه من وجهه نظرك التي تحكم وتنظم هذه الحكومه الاعضاء البارزين من اليمين المتطرف مع باقي التيارات اليمينيه المتطرف، بحيث يمكن ان نتوقع على ضوء التحليل والمعلومه من الطيب غنايم ان يكون وان كان التكتيك سيختلف، لكن النهج سيكون اكثر ربما تطرفا، وفي المقابل ستكون هناك حركة من المناكفات والمزايدات ما بين هذه الحكومة ومن هم الآن في المعارضة، وأقصد الليكود. أتفق تماما، قد تكون هذه الحكومة هي حكومة خطيرة جدا. بنت في مشروعه الفكري بالأساس هو توسيع الاستيطان، تهويد أكثر، استعماري أكثر، فصل عنصري أكثر، نظام أبرتهايد أكثر، هذا هو بنت. لا يوجد جديد، ووجوده بحكومة تحوي بعض الأقطاب التي تميل قليلا في بعض المواقف اليسارية، هذا لا يقول أنه سيغير شيء، على العكس أعتقد أنه سيؤدي إلى الإزاحة لأكثر يمينية وتطرف واستيطاني، هذا مبتغى وهذه هي أيديولوجية يمينة كحزب وبنت بشكل خاص كرئيس حكومة. فهذه الحكومة أعتقد أن بنت وأيضا ليبرمان وأيضا ساعر وغالبية الوزراء في هذه الحكومة سيثبتون أنهم ليسوا يسار، لأن يساري اليوم هي تهمة في السياسة الإسرائيلية للأحزاب الصهيونية. فهذه التهمة التي اتهم نتنياهو بنت وهذه الحكومة بأنهم يسار ولن يستطيعوا مواجهة أو المجتمع الدولي أو حتى
المقاومة الفلسطينية يريدون أن يثبتوا العكس بأنهم على قدر كافي من الرد ومن المبادرة لمشاريع تعمق الاستيطان الاحتلال والتهويد وسياسات التمييز والعنصرية ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل. طب هنا أستاذ طيب الغنام، إذا كان هذه المسيرة اليوم بمثابة أول اختبار لهذه الحكومة، هل تعتقد كذلك أن رهان القائمة الموحدة الإسلامية الجنوبية، اتفاق عباس منصور مع هذه الحكومة، مع يائير لبيد، مع نفتالي بنت، على شراكة مفيدة، تعرض اليوم لهزة لاختبار؟ بالطبع، ومن هنا أستاذ طارق يأتي التصريح الفضفاض الذي أطلقه دكتور منصور عباس في هذا السياق بشأن ضبط النفس من كلا الطرفين، وكأن كلا الطرفين يعني متوازنان، فهم؟ وهذا الأمر يعني ليس صحيحا. منصور عباس عمليا يتواجد بأزمة بسبب تحالفه مع حكومة اليمين المتطرفة برئاسة نفتالي بنت، ويريد أن يثبت بأن رهانه ومساره الذي اختاره هو المسار السليم، ويأتي الخطاب المتلعثم المتوازن يعني المضبوط الذي يعني يطلقه حاليا بدافع وبسبب تحالفه مع بنيامين نفتالي بنت. لكن هذا التحالف يعني برأيي الشخصي هو مرهون بأزمة سياسية حتمية سوف تأتي، إن لم تكن بمسيرة الأعلام هذا المساء ستكون بتصويت على أمر إشكالي آخر يخص عرب الداخل الفلسطينيون داخل دولة إسرائيل. يعني التناغم في بين الجانبين، دكتور عباس منصور، دكتور منصور عباس عفوا، ونفتالي بنت، يعني ليس يعني ليس ذي متانة وفش عنده جذور، وبهذا السبب يعني فيش أيديولوجيا تربط ما بين الجانبين، وعليه الاصطدام ما بين الطرفين هو آت لا محال، خاصة أنه حكومة نفتالي بنت يعني أعيد وأكرر هي حكومة أكثر يمينية من حكومة بنيامين نتنياهو، وستثبت الأيام ذلك أستاذ طارق. طب أستاذ سندس، اليوم إذا كان هذا موقف القائمة الموحدة الإسلامية الجنوبية دكتور منصور عباس، أنت كقائمة عربية مشتركة، عضو كريست سابق أنت وكذلك ناشطة، اليوم المجتمع الفلسطيني في الداخل على ضوء هذه الحكومة وهذه يعني إن كان بداية عهدها بهذا الشكل، فهل المجتمع الفلسطيني يتحضر ربما لما هو أسوأ رغم اتفاق الشراكة وما يتحصل عليه الدكتور منصور عباس ودافع عنه باعتباره أنها غير مسبوق في تاريخ إسرائيل؟ بداية أنا لا أعطي شرعية لهذه الحكومة، ونحن أيضا في القائمة المشتركة وأيضا في العربية للتغيير برئاسة النائب الدكتور أحمد طيبي صوتنا ضد إقامة هذه القائمة هذه الحكومة. نحن مع الإطاحة بحكم بنيامين نتنياهو، ونحن مع مواجهة كل حكومة تنهج بنفس النهج وبنفس الاتجاه بنفس السياسات، وخاصة بما يتعلق بالاحتلال، التهويد، الاستيطان، وأيضا سياسات التمييز العنصرية التي تمارسها إسرائيل بشكل علني بكل تفاصيل حياة الفلسطينيين بشقي الخط الأخضر. فنحن ضد هذه الحكومة، ونحن نعي تماما أن الشراكة مع هذه الحكومة هو إعطاء شرعية لكل نهجها، لكل مساراتها، ودخول القائمة الموحدة ضمن هذه الحكومة هو شراكة كاملة بقراراتها وبمخططاتها وبسياساتها. ونحن نعي تماما أن لهذه الخطورة قد يكون أثمان باهظة جدا. نحن نريد تعزيز الموقف الوحدوي الوطني المتناغم مع نضال الشعب الفلسطيني كافة، مع أننا يؤكد أننا جزء لا يتجزأ
من الشعب الفلسطيني، من قضايا، من حقه بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فإذا تحدثنا عن مسيرة رفع الأعلام فنحن نقول أن العلم الشرعي الوحيد الذي يمكن أن يرفع في القدس الشريف هو فقط علم فلسطين، وكل ما عدا ذلك هو تكريس لحالة الاحتلال. وهذا أول قرار اتخذته الحكومة، وكل من هو موجود في هذه الحكومة هو الشريك ويتحمل مسؤولية هذا القرار وهذه القرار. أنا أشكرك من الناصرة سندس صالح العضو العربي السابق في الكنيسة من يافا، الطيب غنايم الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما.